العفاري التي أعلنت أنها ظبية في هذا الصباح. وما شاء الله شوط الانطلاق وشوط التحدي. المركز الثاني تعود الزعفرانة سالم بن حمد بن نابت المنصوري، وهنا على المركز الثالث الجاسمي محمد سلطان بن رشيد السويدي. وخلاص خلص 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 يا شعار سفير الأصالة، يعلن أنه على المركز الأول ما شاء الله وتبارك الله. سلام وحمدان سلام، ما شاء الله ظبي. إذا حمد بن هلال بزفنا العفاري الذي يعلن أن الناموس الأول هنا، وسلام يا العين سلام على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني الجاسبية حمد سلطان رشيد سويدي، والمركز الثالث هناك الطيارة حمد بن هلال بزفنا العفاري في هذا الانطلاق وفي هذا التواصل. أشوف التسلل، التسلل الناعم 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 بتسلل ناعم، ولكن ايضا صامده صامده على المقدمه والتحديات. هناك مزنه، مزنه هلت مزون الانتصارات مع مزنه اللي غيرت المركز وغيرت البدايه وصارت على المقدمه علي بن راشد بن عبد الهادي المري. ما شاء الله وتبارك الله هي اللي سيطرت على الموقف، هي اللي تصل مع خط النهايه. تهانينا والناموس علي بن راشد بن عبد الهادي المري مع مزن المركز الثاني شواهين حميد بن سالم القوبع المنصوري. عنيد وعلى المقدمه والصداره والتحدي الاول في هذه اللحظه الجميله، ويذهب ايضا الى منطقه تعرف السلامات وتعرف التحديات وتعرف الاثاره والانطلاقات. هدوء استراحه المحارب النهائيه اللي تحمل وتصل ايضا بعنيت الى خط النهايه. تهانينا والناموس سعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري على فوز عنيد بهذا الشوط. وبنقول سلام يا مرغم سلام على هذا الاداء الجميل اللي قدمه عنيد بوصوله الى خط النهايه. تهانينا والناموس المركز الثاني. في الكيلو الأخير يخطف المركز الثاني. يا سلام يا سلام، أخرت يا أبو هلال، أخرت أخرت أخرت. والشارد شارد بالمقدمة، شارد بالفوز، شارد من الناموس. ها هو الشارد، تشاهدونه على شاشة التلفزيون. بنقول سلام 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 عليكم يا أهل جميرة، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. تهانينا للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي على فوز شارد بالمركز الأول. المركز الثاني الناوي للسيد حمد بن هلال بالزفنة العفاري، ما قصر يا ابو حمدان. المركز الثالث سلهود للسيد احمد بن عتيج بن عبيد الرميدي. وتتابع اشواق على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا مشكورة، مشكورة بدأت تتحرك، بدأت تغير وتنتقل إلى المركز الثاني وتقترب من أشواق، بدأت خطورتها تظهر أكثر وأكثر. يا سلام، وأشواق لا زالت مصرة. ها هي مشكورة، مشكور يا أبو حمدان، مشكور يا أبو حمدان، مشكور يا سفير الأصالة على هذا الأداء الجميل الذي تقدمه. مشكورة هنا على أرضية الميدان. تهانينا للمرة الثانية. سلام سلام عليكم يا أهل الفوعة، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبكل كل محبة. تهانينا. تفاجئنا في الكيلو الأخير وتنتقل إلى المركز الثاني، لكن مهرة شغلتنا، شغلت قلوب المشاهدين ويتابعون مهرة والأداء الحلو من قبل مهرة. ها هي مهرة تنفرد بمقدمة هذا الشوط، تبى تهدي الفوز والناموس إلى مالك السيد علي بن راشد بن عبد الهادي المري للمرة الثانية. سلام سلام عليكم يا أهل الدوحة، أسعد الله صباحكم يا أهل الشحانية من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج. تهانينا للسيد علي بن راشد بن عبد الهادي المري على فوز. سلام، ينفرد انفراد كامل وانفراد كلي. هذا هو هملول علي بن راشد بن شير المري، يسيطر على المقدمة بينما شاهين يأتي في المركز الثاني. سيف بن مطر بن سيف الهاجري على ثاني المراكز، ولكن خلاص
بنشير مشاهدينا الاعزاء تهانينا على هذا الفوز، على هذا الانطلاق، وسلاماتنا هناك مشاهدينا متابعينا الكرام لشقانا في المملكة العربية السعودية. هذا هو هملول علي بن راشد بنشير المري يحقق ناموس وفوز هذا الشوط الجميل. يا سلام، والتحرك بدأ، التحرك بدأ من لطام أحمد بن هلال بالزفنة العفاري في هذا الشوط. التنافس شيق وجميل للقاية على أرضية هذا الميدان، الثنين ما بينهم التنافس على الفوز، ولكن لطام مشاهدين العزاء ينتزع ناموسي هذا الشوط، ينتزع هذا الأداء الجميل. تهانينا لسفير الأصالة على هذا الفوز، على هذا الناموس الجميل، وسعد الله صباحكم يا هالي مردف في دبي على هذا الفوز وعلى هذا الناموس الجميل. بينما المركز الثاني مطرة ناصر بن حمد بن عويض الخيالي أعلنت راية التهديد، أعلنت راية التهديد. نقول ونهني ونقول أسعد الله صباح حمد بن سهيل الخيالي على هذه المشاركة وهذا الشعار الجميل اللي يحمل سلامات لأهالي الزاخر في مدينة العين. يا سلام، نطالب هذا الشعار بالمزيد والمزيد من الإنجازات والمشاركات. ناصر بن حمد بن عويض المنهالي الخيالي عفوا على هذا الفوز والناموس. بينما الانطلاقات رائعة، ولكن سيطرة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، التحديات الأخيرة، الانطلاق الأخير. يا سلام، سيطرة مع المقدمة، من تحكم القبضة على مقدمة هذا الشوط. تهانينا من الأعماق لأحمد بن خليفة بن رشيد على فوز، سيطرة بالمركز الأول، لحظات الوصول إلى خط النهاية. سلام يا جميلة، سلام مع الأداء المتميز اللي قدمته السيطرة. هملولة مع المركز الثاني لأحمد بن سعيد بن سالم لينيبي، رهمة مع المركز الثالث لناصر. ينتزع صدارة الشوط، حشيم خلص صدارة الشوط. هذه اللحظات حميد بن مطر بالكوز الآن اقتلع من خلال هذه اللحظات وأقلع عن المسار والجميع، وخذ المركز الأول وطار بالناموس طيران حتى هذه اللحظات ليودي هالي المرموم التحية والفوز والناموس. هذا هو أمامكم في المركز الأول، حميد بن مطر بالكوز يقدم لنا حشيم ويقدم لجماهيره مع هذه اللحظات بهذا الفوز وهذا الإبداع والاستمتاع اللي قدمه من خلال مسار الانطلاق الصباحي. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني محمد بن سلطان بن رشيد يأتي ثانيا. المركز الثالث المري في اللحظة الأخيرة يخطف صدارة الشوط، يخطف المركز الأول علي بن راشد بن نشير المري. الآن أبلش الجميع معاه، لكن لابق لازال حتى اللحظة يعني بالتنافس القوي. بينما مبلش سيطر ليسجل نقطة أخرى، يضيف نقطة أخرى كذلك إلى هذا الشعار. علي بن راشد بن عبد الهادي بن نشير المري ليسجل النقطة الرابعة في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني يأتي لابق لحمد بن هلال بالزفن العفاري. المركز الثالث وصول مشاهدين الكرام من خلال تواجد الظبي في المركز الأول. هذه الظبي طارت مثل الظبا، الظبي رمز العطاء، رمز الوفاء في مقدمة الشوط، ولكن خيرة واصلة. تحذر يا المزروعي، أحذاري يا المزروعي، اللحظة الأخيرة، 200 متر الأخيرة، لا تستسلم، لا تنهزم، اللحظات الأخيرة مع خيرة، خيرة واصلة. الظبي مسيطرة، الظبي خيرة، خيرة والظبي، الظبي 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 سلطان بن أحمد بن سيف المزروعي. الآن خلاص أطلق العنان لتفوز الظبي بهذا الشوط، لتهدي سلطان بن احمد بن سيف المزروع الفوز والناموس. خيرا لناصر بن حمد الخيالي تاتي ثانيا في هذه اللحظه.
مقدمة هذا الشوط عوض بن محمد بن سعيد بالدبي العفاري من يتابع عالية، ولكن من الجانب الآخر سمحة وأرى الشاهينية، أرى الشاهينية قادمة بكل قوة تعلن التحدي الإثارة في الأمتار النهائية. أحمد بخريفة بن رشيد ينطلق مع الشاهينية في اللحظات الأخيرة، يفاجئ الجميع مع انطلاقة الشاهينية. هي الشاهينية بدأت تبتعد بناموس هذا الشوط. تهانينا تهانينا لأحمد بن خليفة بن رشيد على فوز الشاهينية بالمركز الأول، لحظات وصولها إلى خط النهاية. سلام يا جميرة، سلام مع الأداء المتميز. المركز الثاني لأحمد بن عتجر ميذي، المركز الثالث لحميد بن مطر.